عالم أنتم بخير. العيد له سنن، ومع الأسف وقع الناس فيه في بدع وفي أخطاء كثيرة. من أخطاء الناس في العيد من يؤذن لصلاة العيد ويقيم لصلاة العيد، أو بعض الأئمة يقولون إذا أرادوا جمع الناس لصلاة العيد الصلاة جامعة. كل هذه بدع، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. من أخطاء الناس في العيدين انقسام الناس في مصلى العيد إلى طائفتين ترد كل واحدة على الأخرى. ده بنشوفه تقريبا كل صلاة عيد، حلقة من الناس معاه ميكروفون وحلقة تانية، ودول يكبروا ودول يسكت، عندهم يرد على دول ودول يردوا على دول. هذه بدعة. والسنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات والمصلى كل على انفراده على ما هو معروف في كتب الفروع. من أخطاء الناس في العيدين التكبير الجماعي دبر كل صلاة. قال ابن الحاج رحمه الله: السنة أن يكبر الإمام في أيام التشريق دبر كل صلاة تكبيرا يسمع نفسه ومن يلي. لا، تلاقي الإمام يروح لافف ومسك الميكروفون، الله أكبر الله أكبر، الناس معاه. مش دي السنة يا مولانا؟ فهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. من أخطائنا في صلاة العيدين الصلاة قبل العيد أو بعد العيد. مفيش لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. لا، تلاقي ناس جاية في المصلى في الخلاء وتصلي تحية. يا عم تحية تحية، إنما لو فاتك صلاة الصبح وتصلي الفريضة فلا بأس. لو صلاة العيد داخل المسجد لمطر شديد أو لعذر فركعت ركعتين تحية مسجد لأنك دخلت المسجد فلا بأس. أما في مصلى العيد فلا سنة للعيد قبلية ولا سنة للعيد بعدية. من أخطائنا في صلاة العيدين، وده مهم جدا، جهر المأمومين بالتكبير خلف الإمام. تلاقيهم في صلاة العيد الله أكبر، الناس كلها الله أكبر. هذه ليست السنة، ده كلام مين؟ مش كلام، قال الإمام النووي رحمه الله. أما غير الإمام فالسنة، السنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه الله أكبر كده. الناس بتصرخ بتكبيرات صلاة العيدين. من أخطاء الناس في صلاة العيدين جعل بعض الأئمة لخطبة العيد خطبتين، والسنة مش كده. العيد له خطبة واحدة، خطبة واحدة بس. أيوة، هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخراج المنبر من المسجد حتى يرتقي عليه خطيب العيد في الخلاء بدعة. من أخطائنا في صلاة العيدين افتتاح الخطبة بالتكبير. كثيرون من الأئمة يعتقدون أن خطبة العيد لا بد أن تبدأ بالتكبير، وهذا خطأ، بل هي كأي خطبة تبدأ بحمد الله عز وجل. كما قال ابن قيم الجوزية: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بحمد الله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. هذا خطأ. التكبير أثناء خطبة العيد، بعض الأئمة يعتقدون أنه لا بد أن يكبر في ثنايا خطبة العيد. لا، مش لابد ولا حاجة، ما تكبرش خالص لا بأس. لو كبرت أحيانا وتركت أحيانا فهذا لا بأس به، لا هي ركن ولا أساس في خطبة عيد الفطر ولا عيد الأضحى. من أخطاء الناس في العيدين تزيين المساجد بالزينة. بعض الشباب الطيب لكن العيد بقى زين المسجد، نعلق بالونات، نعلق ورود من الأوراق، نعلق زينات، عيد بقى. هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أخطاء الناس في العيدين الذهاب إلى المقابر منكر كبير. منكر ليه؟ أولاً لم يكن هذا من هدي النبي ولا من هدي أحد من أصحابه. اثنين، يوم العيد يا أخواننا يوم فرح، يوم سرور. ثلاثة، يوم العيد ده يوم تزاور الأحياء، ده ربنا شرع لنا العيد لنفرح. وانت راح المقبرة ليه؟ فأم إبراهيم تروح المقبرة يوم العيد لابسة أسود في أسود، وترجع لك بقى، ترجع انت من صلاة العيد فرحان، تلاقيها مبوزة ومكشرة وعملت سح
الدموع سحة. مالك يا حجة؟ يقول لك راجع من الطرق وانت بزور الغالية، افتكرت أم الله يرحمها، وتقعد تعيط تقول لها هو حماتي دي ورايا ورايا في حياتها ومن بعد موتها. يا اخوانا حرام عليكم أن تذهبوا إلى المقابر في يوم العيد. وقد كان النبي يصلي العيد في الصحراء، وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق، ولم يثبت عنه أنه زار المقابر ولو مرة واحدة في العيدين. هذه بدعة يا عباد الله، وهذه بعض السنن التي غفلنا عنها، وهذه بعض المنكرات والبدع التي وقعنا فيها. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لخير العمل، وأن يعصمنا جميعا من كل زلل، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقول لسنة طيبة.